1934 الساعة 6 مساء، صدح صوت عظيم للأستاذ أحمد سالم هنا القاهرة. يا سلام، 1934 6 مساء، عدى 89 سنة على هنا القاهرة. الإذاعة بعد هنا القاهرة بدأت في بث الآيات من القرآن الكريم بصوت مولانا الله يرحمه الشيخ محمد رفعت. بعد كده كان صوت الست أم كلثوم، واللي خدت 25 جنيه علشان تحيي حفل افتتاح الإذاعة المصرية. خد بالك، دي مش أول مرة كان يبقى في عندنا إذاعة في مصر، لا احنا هنا بنتكلم على الإذاعة بتاعتنا، بس اللي ما كانتش في المبنى ده، كانت في مبنى قديم في شارع الشريفين. لحد دلوقتي نقول الإذاعة القديمة في الشريفين، دايما نقول كده. قبلها كان في حاجة اسمها الإذاعات المستقلة، كانت إذاعات عملها بعض المصريين، بعض الأجانب، وكانت إذاعات بلغات أجنبية كتير، وأحيانا باللغة العربية وما إلى ذلك، إلى أن كانت إذاعتنا العظيمة. المطرب الرائع الكبير جدا آنذاك، الذي كان مطرب الملوك والأمراء والقصور، صالح عبد الحي، كان أحد المطربين الكبار الذين أحيوا هذا الحفل، وكان معاه الأستاذ محمد عبد الوهاب. تم الانتهاء من مبنى الإذاعة اللي بقولك عليه سنة 34 في شارع الشريفين، الإذاعة القديمة جنب البورصة المصرية، وأدعوك أنك تروح هناك. فضلت الإذاعة في شارع الشريفين من سنة 34 لحد سنة 1960، عندما تم افتتاح المبنى الحالي ماسبيرو. ماسبيرو اللي أصبح من وقت ما ظهر أهم وأكبر منبر إعلامي في الشرق الأوسط والمنطقة العربية بكاملها. الإذاعة المصرية تاريخ كبير، الإذاعة المصرية مش بس إذاعة واحدة، أنت بتتكلم على صوت العرب، وبتتكلم على إذاعة فلسطين وجنوب الوادي والشرق الأوسط والقاهرة الكبرى والبرنامج العام، وهكذا من إذاعات لا زالت حتى هذه اللحظة تملأ الدنيا نورا وعلما وأخبارا. معانا على التليفون الأستاذ محمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية. أهلا 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 اهلا بحضرتك، كل عام وحضرتك بخير وحضرتك بالصحه والسلامه. بحضرتك بالف خير يا استاذ محمد، وكل سنه وحضرتك طيب. ماذا يقول الاستاذ محمد نوار رئيس الاذاعه المصريه في العيد بتاعنا رقم 89؟ احنا بدات الاذاعه المصريه يعني هي فتره بسيطه كانت في حلوي، بعدين انضبط في الشركين، ثم بدأت في في يوليو 1960 تم افتتاح المبنى. والحقيقة أنا أريد قبل أن أسترسل أن كل الشكر للسيد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، لأنه وجه ويعني تم مشكورا استضافة مقامات. الخط بيقطع جامد يا أستاذ محمد، لو وقف في مكان ما فيهوش شبكة. الخط بيقطع جامد قوي. كده معقول ولا نقفل ونتكلم تاني بقى ولا ايه؟ ما انا طب انا هستأذنك يا استاذ محمد، احنا نقفل ونتكلم تاني، وسيادتك برضو ايه تبقى موجود في مكان فيه شبكة نكمل الكلام. طيب هرجعك على انه ايه هي أهمية الإذاعة المصرية؟ أهمية الإذاعة المصرية كانت في تأثيرها البالغ والواسع الانتشار في المنطقة العربية، بل وإنها كمان كانت تسمع في أوروبا، وبالذات في فترة الستينيات. تعرف وقتها ما كانتش الناس ليها فينا قوي، هم عادة ما لهمش فينا قوي الظاهر ولا إيه؟ آه والله، لا بيحبونا أيام الزعيم جمال عبد الناصر، ولا بيحبونا أيام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، دايماً كده إيه؟ يعني لازم يقفوا لنا على الوحدة. غالباً هو وقوف قدام أي مشروع كبير للدولة المصرية، بس مش ده محل الكلام دلوقتي. خلينا نتكلم على إنه كانت الإذاعة المصرية دي تطلع العالم كله يبقى قاعد سامع، يا ترى
مصر هيقولوا ايه والمصريين هيقولوا ايه، ساهمت في انه اللهجة المصرية تبقى منتشرة في ارجاء المنطقة العربية، ساهمت بان المعلومة ونور المعلومة يبقى موجود في كل مكان في مصر، العالم العربي، افريقيا، حوض المتوسط، جنوب اوروبا، وهكذا لحد ما طبعا اتطورت الدنيا وبقت الإذاعات موجودة كمان على الشبكات بتاعة النايل سات والأقمار الصناعية. معنا مرة تانية أستاذ محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، أهلا بيك مرة تانية يا أستاذ محمد. أهلا بحضرتك وكل عام وحضرتك بألف خير وكل الزملاء والسلام. الإعلاميين بألف خير، اللهم أمين يا رب. نكمل كلامنا. بدأت الإذاعة المصرية في الأول في مقرها في علوي، ثم انتقلت إلى الشريفين، ثم إلى مسيره موقعها الحالي في يوليو 1960. عايز أقول لحضرتك إحنا بنتوجه بالشكر لكل العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام وبالإذاعة المصرية للشيخ حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام لقيامه بتكريم قامات الإذاعة المصرية وعظماء الإذاعة المصرية في حفل أمس كان حفلا إيجابيا للغاية، رد البسمة إلى الوجوه، فهي أنه كان الانطباعات إيجابية للغاية، السعادة ملأت قلوب ووجوه من حضروا من قامات الإذاعة ومن روادها، التقوا في الشركتين زين في مكتبه، يعني كان اللقاء إيجابي للغاية جيد جدا، وطلب منهم مواصلة العطاء. يا مسهل، إذن فسوف يستمر عطاء الإذاعة المصرية ومذيع الإذاعة المصرية، وتفضل دايما الأصوات المصرية موجودة في كل مكان. كل سنة وحضرتك طيب مرة تانية يا أستاذ محمد، ونتمنى أن احنا في عمرنا يعني ربنا يدينا العمر ونحتفل حتى بمئة سنة بإذن الله، كلها 11 سنة كمان ويبقى عندنا مئة سنة على الإذاعة المصرية. كل الشكر أستاذ محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية.